الداعم الأكبر اللي كان بالقروض أو الهبات هي الاتحاد الأوروبي. الاتحاد على طول كان يبقى الاتحاد الأوروبي. هذه مهمة يعني. والبنك الدولي دول الخليج خاصة المملكة أعطت مصاري كتير بس مش ضرورة للدولة. مش ضرورة للدولة أبدا. أعطت مصاري كتير. كتير مش شوي. أعطوا بالانتخابات شو اللي خص الدولة فيها الأمريكي. الأمريكان كانوا بوقت من الأوقات داعسين فرمات علينا. أيام ترامب داعسين شوي. ترامب وبومبيو. انه انتم بتخلصوا من حزب الله يا اخي كيف بنخلص من حزب الله مره تعرف شو بقول له اخي اذا انتم تبعتوا 100,000 مريض وبتخلصونا من حزب الله بدكم تحتفلوا الشامبين علينا طيب شو بدي اقول له انا فيني اخلص من حزب الله